السلام عليكم، سميتي عمر بلافريج، نائب برلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي هنا بمدينة الرباط. مرحبا بكم في هذا البودكاست رقم 90. في هذه 10 أيام الأخيرة من رمضان حاولت ما يكونش عندي لقاءات تواصلية. دوزت رمضان، درت عدد ديال اللقاءات في عدد الأقاليم المملكة. كنقضيها 10 أيام، بديت وكنكملها في البرلمان أولا، وفي قراءة عدد ديال التقارير، وفي التفكير كذلك حول بلادي والمجتمع اللي عايش فيه، المجتمع المغربي. ولكن الحزب والتيار اللي كنتمي ليه، للفدرالية اليسار الديمقراطي، للحزب الاشتراكي الموحد، نشيط جدا، وكان نشيط جدا في هذا رمضان. او ما كيبان لكم بعد لقاءات اللي كانت جميله جدا، لقاءها والاول ديال حول تجربة الملكية البرلمانية في بريطانيا، هنا في مدينة الرباط. كاين لقاءات مازال جاية، كاين نهار الحد الجاي في تيفلت صالون تقدمي، كاين لقاء في مراكش، الصديق ديالي يتكلم حول التجارب ديال التيارات اليسارية في أوروبا، ولقاء في مدينة ستات، كان نموذج من اللقاءات التواصلية. هذا فيلم، هاي يدوزوا فيلم في مدينة ستات. فهادشي كيبان لكم بان احنا غادي كندافعوا وكنقدموا المشروع المجتمعي ديالنا، ونحاولوا نقنعوا الناس، حيت هذا هو المهم في السياسة، نحاولوا نقنعوا الناس باش يجوا معنا ويفكروا في البديل، ويكون عندهم نخلقوا واحد الامل وسط المجتمع. نرجع لكم، انا كنائب برلماني شنو درت؟ كان عندي البرلمان نهار 2 بصفه خاصه، كان جوج ديال الجلسات مع رئيس الحكومه. الجلسه الاولى اللي تكلم على الصحه في المغرب، الرفيق والصديق ديالي الشناوي رد مزيان، تدخل وتكلم في هذا الموضوع. هما في الغرب وحنا في الشرق، لا بغينا نقولوا بهذه العباره. ونهار 2 بالليل، في 10 الليل حتى الوحده الصباح، كان رد ديال السيد رئيس الحكومه حول الحصيله ديالو والمداخلات ديال البرلمانيين اللي كانوا دخلوا في هذا الموضوع. شنو نقول لكم؟ بعدا كنشجعكم تمشيو تقراو الحصيله، حيت زعما الشكل ديال زعما في لا فورم مقاده، ولكن المشكل في المضمون ان خلاف حقيقي مع هذه الاغلبيه في التصور ديالها بعجاله. هما كيقولوا زعما بغينا نلخصوا بان الامور غاديه مزيان في المغرب، هادشي اللي كيقول رئيس الحكومه، رئيس الاغلبيه، الامور غاديه مزيان. وكيقول لك بان المشكل في لا المعارضات ولا المجتمع اللي ما فهمش الاصلاحات اللي غاديين فيها. فهذا كاين اختلاف جوهري، وهادشي رغم الاحتجاجات والاحتجاجات بحال الاخيره ديال الطلبه ديال كليه الطب اللي هما مناضلين حقيقيين كيدافعوا على تصور اخر للسياسه الصحيه في المغرب، سياسه اللي مبنيه على الصحه العموميه ماشي الخصاصه. فهادي كنحييهم، فما خلاونا هاد الاغلبيه، خلاونا الا الاحتجاج في الشارع ولا النضال الديمقراطي من هنا ل 21. هادشي اللي بان لي. ولكن هنرجع للحاجه اللي هي مهمه، بعض الامور بعض الاحيان كننساوها ولا المواطنين كينساوها. شنو هي هذه الاغلبيه؟ ها هي كتبان لكم الاغلبيه الحكوميه. نجبد الثنايا باش نعطيكم الارقام. في البرلمان شنو هي الاغلبيه؟ هي حزب العداله والتنميه 125 نائب برلماني، التجمع الدستوري فيه 60 برلماني، الحركه الشعبيه 27 برلماني، الاتحاد الاشتراكي 20 برلماني، والتقدم الاشتراكي 12 برلماني. هادو عندهم 244 نائب برلماني، كيشكلوا اغلبيه، هما اللي حاكمين. مع الاسف هذه الاغلبيه كتمثل الا 3,500,000 مغربي مواطن. هذو هما الاصوات اللي عبروا عنها المواطنين باش صوتوا على هذه الاغلبيه في انتخابات 2016. فكنرجع لكم، انا الامر اللي كيعنيني وكنحاول نقنع المغاربه بهم، بان خص المشاركه السياسيه بكثافه. بغينا نغيروا هذه الاغلبيه، وبغينا نقولوا ساحه سياسيه جديده في الوطن، في المغرب. لا بغينا شي حاجه، الامور التغيير راه بين يدينا. كاين هذا الامر اللي كيتعلق بالانتخابات، مهم، انا كنناضل من اجله، وكاين كذلك الضغط في الشارع وبالمجتمع المدني، المواطنين والمواطنات اللي رافضين هذه السياسات وباغين سياسات اخرى، باغين بديل، باغين امل لمستقبل بلادهم. في هذا البودكاست ما كاينش كتاب، كاين قريت عدد ديال التقارير، ولكن مشيت لواحد لي فيديو كنشجعكم تدخلوا لهم. كاين فيديو ديال الصديق احمد عصيد، هادو سلسله حول التنوير، اللي كيتكلم على المشاكل اللي كيعانيو منها المجتمعات في المغرب الكبير وفي الشرق الاوسط كذلك. وكذلك هادو فيديوهات ديال نبيل مولين، هذا مؤرخ مغربي اللي دار واحد المجهود كبير، يقال ان دخلوا تفرجوا في هذا لي فيديو، راه مفيدين جدا. اخيرا الموسيقى، هذه موسيقى كتعجبني بزاف عند هندي زهره،
يميك سيميك. فشكرا على المتابعة وإلى اللقاء في البودكاست.